20 يوم وبرد جامد قوي في جسمي وصداع على طول. حاضر هجاوب حضرتك. شكرا الله لك. خلونا نجاوب الاتصالات اللي معنا. التهاب البروستاتا بيسأل، احنا قلنا لب القرع المرة الماضية بنقدر ناخده بحاجتين، يا اما ان احنا يطحن جيدا ويوضع على عسل، وده الافضل، يعني ربع كيلو هيوضع على كيلو من العسل ويخلط جيدا وتؤخذ معلقة كبيرة 3 مرات يوميا. ومن الممكن الطريقة الاخرى ان هو يطحن ويؤخذ سفوف بعد كل وجبة. تشققات القدمين هنجيب حضرتك الفازلين والجليسرين بكميات متساوية.